المالجنال جسيتروف لاس ديز يوفر 20% من الحالات. التايبس انواعه في عندنا ثلاث انواع رئيسيات، في عندنا بيرسيستنت انفيزم مول وهو الموست كومن يوفر 75% من الحالات، هذا موست كومن افتر مولر برنسي بالتحديد الكوبيت مول. في عندنا الكوريوكارسينوما هذا يوفر 24% من الحالات، هذا موست كومن افتر الاذر ريسك فاكتور اللي هو اللي هو غالبا بيجي بعد افتر فول تيرم برنسي. فول تيرم برنسي بس الفلتر برنسي هذا تعدى 20 ويك، يعني تعدى 20 ويك. هذا البرنسي اللي تعدى 20 ويك وصار فيه سواء الولدة طبيعي نورجان دليفري او ولدة سياس وظل عندي ريمينانت البلاسنتا جوا الايش؟ جوا الرحم. هاي الريتين برودكت اوف كونسبشن او اجزاء البلاسنتا اللي تظل جوا الرحم ممكن انها ينتج عنها كوريوكارسينوما. هاي تيجي غالبا افتر نورولوجان دليفري او تيجي افتر سيزيرين سكشن بس بشرط انه يكون تعدى الحمل 20 ويك. هاي مهمه جدا. اما اذا كان الحمل اما اذا كان المالجنال جستيشن تروبلاسيز اجى بعد حمل استمر اقل من 20 ويك غالبا بيكون نوعه بسيستنت انفيزف مول، بيكون نوعه بسيستنت انفيزف مول. هسه بنحكي عن الريسك فاكتور، طلع الريسك فاكتور في عندي انا المولر برنسي هذا اهم ريسك فاكتور 50% يمثل، وهذا شو بيجي شو نوع المالجنسي اللي بتيجي بعد المولر برنسي انفيزف هذا بيرسيستنت انفيزف مول. الاذر ريسك فاكتور زي الابورشن كمان يمكن يجي معاه بيرسيستنت انفيزف مول، بيرسيستنت انفيزف ايش مول. اما الاكتب كمان بيجي معاه بيرسيستنت انفيزف مول، هذا النوع اللي هو افتر نورمال برنسي 25% بيجي افتر نورمال برنسي هذا بيجي معاه ايش كوريوكارسينوما. إذا مرة أخرى ننتبه طلاب من أنواع المالجنال جستيشن ديز هم ثلاثة. أول نوع بيرسيستنت انفيزف مول، بدي أقيم بس هاي عشان تصير أوضح الأمور. في عندنا بيرسيستنت انفيزف مول هي الموست، هي الموست كومن تمثل 5%، هذا بتيجي غالبا أفتر مولر برنسي، يمكن تيجي أفتر إكتوبر برنسي، يمكن تيجي أفتر أبورشن. النسبة بعد الأبورشن إكتوبر برنسي 25%، بعد المولر برنسي بنسبة 50%، لاحظ النسبة إيش؟ يعني نسب الريسك فاكتور 50% من الريسك فاكتور هم مولر برنسي. ولكن ننتبه الكمبليت مول احتمالية انه يتحول، هي حكيناها هون 15-25%، والانكمبليت مول احتمالية انه يتحول 4% فقط 4-5%. هنا ننتبه انه البرسيستنت انفيزف مول بيجي بعد الابورشن او الاكتوبرنسي او بعد المولر برنسي. الكوريكالسوما بيجي غالبا بافتر نورمال برنسي، افتر نورمال فلترم برنسي. البلاسنتال سايت تروفوبلاستيك تيومر اللي هو بي اس بي تي هذا الريرست تايب اقل من 1%. الريسك فاكتور 50% افتر مولر برنسي، 50% افتر ابورشن او اكتوب برنسي، 50% افتر نورمال برنسي. نورمال برنسي هذا الويرست تايب اوفر اول اند ويرست برنوزس اذا اجى بعد نورمال برنسي، والنوع اللي بيكون بعد النورمال برنسي بيكون كوريوكارسينوما. الباقيات هذول المولر والابورشن بيجي معهم برسيستنت انفيزف مول، البرنوزس لهم احسن. النكست موست كومن سايت المست لانج، لذلك اول شيء للايفالويشن اوف نكست نعمل شست اكس راي، نعمل اي اس شست اكس راي نطلع على اللور لوب اوف لانج على البوست لانج. باي بلود منتقل السرطان هذا، التريتمنت كيموثيرابي از ذا بيست، البيست والفيرست لاين كيموثيرابي، يا بنعطي مونوثيرابي او بنعطي بولوثيرابي اكثر من كيموثيرابي. البي اس تي تي هذا اللي هو افضل دراج كون ميثوتريكسيت، هذا العلاج الكيموثيرابي اليمين للبيست انفيزف مول او للكيوكاسوما. طيب اذا كنا نحكي عن البي اس تي تي اللي هو الريرست تايب، هذا علاجه الهيستريكتومي، علاجه ايش هيستريكتومي، الفولو اب سيريال بيت اس جي فور 5 يير، لذلك لازم نعملها كونتراسبشن لمده 5 سنوات. لازم نعملها كونتراسبشن لمده ايش 5 سنوات، لمده سنة. لاحظوا الكمبيوت مول لمده سنه، الكمبيوت مول لمده سنه. لاما المالجنانت جستيشن ديز لمده 5 سنوات. البرنوزس شو الاشياء اللي بتدل انه برنوزس، شو الاشياء اللي بتدل انه برنوزس؟ البرنوزس طلعوا قاعده 4 انا بحكيها للطلاب. شورت ديوريشن اقل من 4 اشهر، البيتا سي اقل من 40,000 مش عالي كثير. نو ستيج 4، نو ستيج، شو ستيج 4 اللي هو لما يوصل الورم للليفر او للبرين، هذا بسموه ستيج 4. No stage 4 اللي هو الديستنت ميتاستاتس مو ستيج 4. ستيج 3 تشوف ستيج 3 اللنج، تخيلوا اذا الورم كان واصل لللنج بيكون جود برنوزس، اذا كان واصل لللنج هو ستيج 3 جود برنوزس. ستيج 1 بيكون لساته كونفايند في الانسايد ذا يوترس، انسايد ذا ايش ذا يوترس. ستيج 2 بيكون طالع من اليوترس لساته في البلبس في الحوض. ستيج 3 بيكون واصل للايش لللنج. ستيج 4 بيكون واصل للليفر او للبرين. ستيج 4 اذا كان ستيج 4 اذا كان نو ستيج 4 مش واصل للستيج 4 بيكون جود. No blood chemotherapy. إذا كانت في فترة chemotherapy للمرض بيكون good. O blood group. إذا كان blood group O بيكون good. شو poor prognosis؟ AB blood group. Failed chemotherapy. واضطرينا نعطي poly chemotherapy مش mono chemotherapy. إذا كان أكثر من 40,000 البيتا اس جي. إذا كان واصلين stage 4 واصلين البرين أو الليفر. Long duration more than 4 months. إذا كان ال duration اللي بعديه صار المالجنس جستجمات زيز كان أكثر من 4 أشهر. أكثر من 4 أشهر. أكثر من 20 ويك.
مين هو الاكثر من 20 ميج؟ اللي هو الفلتر برنسي. الفلتر برنسي هذا اذا اجى بعديه ديسيشن تروف جاز زين صار بكون كل ريكورسون وكل برنوز الاوفر. اما اذا كنا نحكي عن ابورشن او كنا نحكي عن اكتفك البرنوز لهم احسن لانه هذول بيجي بعديه بيجي يعني بيؤدوا الى بسيستنت انفيزل مول وهذول غالبا بيكونوا مستجيب كويس للكيموثيرابي. هيك احنا خلصنا موضوع المالجنا ديسيشن تروف جاز زين. يعطيكم العافيه طلابنا، نتقابل ان شاء الله في فيديو بعديه باذن الله.